السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك عليكم طلاب، وإن شاء الله صيام مقبول. المحاضرة الأولى بالفصل الثاني هي الويلد جوينتس، مفاصل اللحام. احنا أخذنا بالفصل الأول طريقة ربط البليت يا أما بالبرغي أو الريفت البرشام. اليوم راح ناخذ أنه طريقة ربط البليت بواسطة اللحام، يعني نلحم بليتين او اكثر ويصير عندي جويت او مفصل. فبالبداية راح نجي على تعريف اللحام. اللحام تعريفه هو انصهار حافات اجزاء القطع المراد لحامها. يعني انا اريد هسه الحم قطعتين او اكثر، فالحافات اللي راح يصير بها اللحام اللي راح تكون لي مفصل، هنا راح تنصهر هاي الحافات، واثناء انصهارها انه يعني شلون يصير تفاعل بينها او مزج بين القطعتين، فهنا بعد ما يتصلب راح يصير عندي يعني يصير ويلد جوينت، مفصل لحام. هنا راح نجي نشوف فوائد ومضار المفاصل اللحام عن الريفت جويت، عن مفاصل البرشام. احنا خلنا قلنا بالفصل الاول انه الربط بالبرغي او بالبرشام، وهنا الربط المفصل او تكوين مفصل بواسطة اللحام. فراح نشوف شنو المميزات اللي يتميز بيها مفاصل اللحام عن مفاصل البرشام. بالبداية دائما عندي انه مفاصل اللحام تكون اقوى من مفاصل البرشام، هاي النقطة الاولى، فلذلك ما نحتاج بيها دعائم تقوية. اثنين، الكفاءة الافشنسي باللحام يكون عندي 100%، بينما بالبرشام تذكرون احنا بالمسائل للبرشام كنا بنحسب او نصمم بالاخير نحسب الافشنسي الكفاءة، فدائما الكفاءة كانت تتراوح بين 60 إلى 80%، عكس الربط باللحام تكون الكفاءة 100%. هاي واحدة من فوائد اللحام. ثلاثة، الاضافات والتغييرات، يعني من اريد الحم اي قطعتين او اكثر باشكال مختلفة سهل باللحام. اربعة، مفاصل اللحام دائما يكون ملمسها مقبول. خمسة، توصيلات اللحام، قلنا انه او اذرع السحب التيشن مامبرز يكون اقوى باللحام، اقوى من مفاصل البرشام. ستة، قلنا بالبداية انه مقاومة مفاصل اللحام تكون اعلى من مفاصل البرشام. سبعة، عند الاذرع الدائرية ربطها بالبرشام يكون صعب، بينما باللحام اسهل. وثمانية وتسعة وعشرة تتلخص انه يعني وقت الرابط باللحام يكون عندي اقل من وقت الرابط بالبرشام. نجي المضار، مضار اللحام. احنا كل شيء بالتصميم الى فوائد والى مضار، فتبقى على المصمم انه لازم يعرف شو وقت مثلا نحتاج لحام وش وقت نحتاج نربط بالريفت. من مضار اللحام، خلال عملية اللحام او الحرارة والبرودة راح تسبب لي تشوه وجهادات اضافية بالمناطق اللي يصير بيها لحام. شلون؟ احنا دائما اللحام قلنا هو انصهار لبليت، لو صهار نحتاج بيه حرارة، فانا اثناء عملية اللحام من اسلط حرارة واتوقف، فمن اتوقف انه راح يصير برودة، بعدها سلط حرارة واتوقف، فهذا معناه انه صار عندي حرارة برودة حرارة برودة. هذا مصطلح يسموه الفتيك، مثل ما درسنا بالمحاضرة الاولى بالفصل الاول مصطلح الفتيك، انه نسلط اجهادات مختلفة. هنا الحرارة والبرودة ايضا تغيير درجة الحرارة المفاجئ نسميه فتيك، فهذا الفتيك على منطقة اللحام راح يسبب لي تشوه وجهادات اضافية بمنطقة اللحام. هاي واحدة من مضار اللحام. اثنين، عملية اللحام نحتاج بها عمال ماهرين، عكس عملية الربط بالريفت.
بالريفت ما يعني اذا الحرفي كان مو الا ماهر ممكن انه نربط بالريفت، بينما اللحام لا نحتاج بينه حرفيين ماهرين. ثلاثة، امكانية حدوث اكراك تشققات نتيجة التوسع والتقلص، هاي ايضا من اسباب انه الحرارة والبرودة لصير بمنطقة اللحام راح يصير عندي حدوث اكراك تشققات، وهاي طبعا يعني بالاخير انه ممكن يسبب لي فشل. اربعة، فحص عملية اللحام يكون اصعب من فحص عملية الربط بالبرشام. انا بعد ما الحم القطعتين يعني انه لازم اجي اشوف منطقة اللحام انه تم اللحام بشكل جيد ام لا، نفحص اذا اكو وجود مثلا تشققات قلنا الكراكس، فلازم انه افحص اللحام واتأكد انه تمت عملية اللحام بشكل جيد ام لا. فهاي تكون صعبة، يعني الفحص فحص اللحام يكون اصعب من فحص عملية الربط بالبرشام. نجي لفيوجن ويلدينج، اللحام الانصهار. هنا احنا قلنا انه اللحام يتم بواسطة انصهار القطع المراد لحامها، انصهار حافاتها، الحافات اللي اريد الحمها راح يتم انصهارها ومزج الحافات المنصهرة، وبعد ما يصلب اللحام راح يكون عندي ويلد جوينتس. اللحام الانصهار ينقسم الى ثلاث اقسام، عندي الثيرمت ويلدينج لحام الحرارة، هذا طبعا هنا راح نستعمل به او تفاعل اكسيد الحديد مع الالمنيوم، هنا هذا يسموه هذا التفاعل يسموه الثيرمت او اللحام الحراري. عند الغاز ويلدينج لحام الغاز، هنا نستعمل به الشعلة الاوكسي استيلينية او الهيدروجينية، يعني التفاعل الاكسجين مع الاستنين. ثلاثة، لحام القوس الكهربائي، هنا نستعمل به الكهرباء او القوس الكهربائي. انواع المفاصل اللحام او الويلد جوينتس، احنا اخذنا بالربط كان عندي بالربط عندي لاب جوينت وبط جوينت، هنا ايضا عندي لاب جوينت وبط جوينت. اللاب جوينت هنا انه البليتين لا اريد الحمها تصير وحدة فوق الثانية، يعني هسه اشوف بهذا الشكل عندي بليته بالاسفل وبليته بالاعلى ويتم لحامها. طبعا انه مناطق اللحام اذا كان عندي منطقة وحدة هنا هاي نسميها سنجل، ومكان اللحام بشكل طولي يعني على طول البليت هنا على طول يعني عرض البليت يسموه ترانسفيرس. اذا كان عندي منطقتين للحام وايضا يكون عندي بشكل طولي هنا يسموه دبل ترانسفيرس، واذا كان عندي بشكل متوازي بهالشكل هذا شكل سي يسموه بارلل فيلت. هنا هذا اللاب جوينت قلنا بليته والبليته الثانية تكون يعني فوق البليته بالاسفل. البط جوينت هنا اللحام شلون راح يكون عندي، يكون بشكل انه البليتين تتقابل واحدة مع الثانية ويتم لحامهم. اشكال اللحام بهذا الشكل او اشكال مناطق اللحام يا اما تكون على شكل سكوير مربع مثل شكل اي، او سنجل في بط جوينت على شكل في، هنا بزاوية 60 درجة، هنا سنجل لان في واحدة او منطقة لحام واحدة، او على شكل يو بط جوينت سنجل ايضا يعني شكل يو مفرد، منطقة اللحام تكون على شكل يو. هنا شكل دي وشكل اي يكون دبل في او دبل يو، يعني اللحام منطقة الفي يكون دبل يعني منطقتين في او منطقتين يو. رموز اللحام، هنا رموز اللحام تعتمد على شكل منطقة اللحام، فإذا كان عندي بالفلت مثلا
هنا اللحام يكون على شكل مثلث، فرمزه يكون بشكل